ريبي بن جابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. بدأت انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة وتواصل أشواط الفترة الصباحية لسن الحقائق وانطلاقة مسافة 3 كيلومترات. هذه المسيرة التي سوف نرافقها بالمشاركة وبالتعليق، إذا نتواصل بالوصف والتعليق بمشاهدة هذه الشعارات التي انطلقت على أرضية هذا الميدان، انطلقت وتواجدت للتنافس ولتشكيل المنافسة الشريفة لتسجيل نقطة على أرضية ميدان التحدي الذي يشهد هذا التحدي الجميل من أبناء القبائل. نتواصل بالنداء مع أول المراكز لنرى هنالك المقدمة ومن تفتتح النداء بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة. ظن على المركز الأول تتواجد ظن ومسمى ظن وناصر بن سالم بن لنجح المري يقدم لنا هذا المسمى مع أول المراكز. المركز الثاني تواجد الكايدة فالح بن سالم بن فاهد الهاجر يقدم لنا الكايدة مع المركز الثاني، ولكن انطلقت من الجانب الأيمن الفائزة. الله الفائزة تنطلق بهذه اللحظات وتتواصل بشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، ثالثا شعار بن فهد يتواجد برفقة الكايدة وفالح بن سالم بن فهد الهاجي، رابعا أتابع هنالك التواجد من قبل فزعة لسعادة حامد بن مايقة الإحبابي وصالح بن محمد الاعتيبي من يدير بعملية التضمير. خامس المراكز شعار الصومالي يتواجد هنالك أو هنالك المتواجدة بهذه اللحظات قادة، وصلت قادة، وشعار عبد الهادي بسيف آل سيف الخيرين مع خامس المراكز. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن نعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط كي أرى هنالك المنطلقة والمتواجدة الفائزة. الفائزة تتواجد على مقدمة هذا الشوط باحثة عن الفوز والانتصار بشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري قادم من الغربية للمشاركة. المركز الثاني تواجد ظن وناصر بن سالم بن لنجح المري، ثالث المراكز هنالك الغدوم من قبل خطيرة، وصلت خطيرة لأول ندى ناصر بن علي العوض المري، وهنالك أيضا الغدوم من قبل غازية، وصلت غازية ومع انطلاقة الكيلومتر الأخير تصل بشعار هادف بالحزم قناص العامري. أشقائنا من دولة الإمارات يتواصلون بهذه الانطلاقة الجميلة. ثالثا تتواجد عناوين راشد بن علي بن جيم المري ينطلق شعاره مع المركز الثالث، وهنالك أيضا شعار بن جويل قادم مع المركز الرابع برفقة مشرفة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري، ولكن أعود إلى الفائزة. الله الفائزة مع الصدارة مع المقدمة عبد الله بن محمد بن زايد، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يقدم هنالك الفائزة مع المركز الأول ويبحث عن تسجيل نقطة بهذا اليوم، ولكن راقب يا من تراقب تجاوز وقدوم قاسية، وصلت قاسية القاسية بدورها إلى أول المراكز. هادف بالحزم قناص العامري أبناء مدينة العين دار الخضرة والجمال يقدمون لنا القاسية مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول بدون أي تعليمات تتجاوز وتتسلل وتنطلق مع أول المراكز. الله قاسية مع الصدارة مع المقدمة مع الانطلاق الأول ومع أيضا التحليق المميز ومع معانقة الناموس، والعصا لم تتحرك والآلي محنة ثاني التبريكات نزف ولهدف الحزم القناص على المركز الثاني. كان الوصول من قبل الفائز عبد المحمد بن زايد الوصول المركز الثالث، كان التواجد من مشرف حمد محمد بن سالم بن جوي المركز الرابع، كان الوصول من قبل عناوين راشد بن علي بن جيم المري المركز الخامس، سوق محمد بن راشد بن سلامة الهاجي. نهني جميع الفائزين، حظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ بهذه الانطلاقة.
إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء شاهدنا هذه الانطلاقة من خامس أشواط هذه الفترة الصباحية وشاهدنا هذه المنافسة الجميلة وقاسية من انطلقت إلى خط النهاية وكان انطلاقها ذاتي بدون أي تعليمات. التوقيت الزمني للحظة وصول قاسية إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس ومعلنة بأنها صاحبة أول المراكز وهي المنتصرة بهذه اللحظات. 4 دقائق 28 ثانية 54 جزء من الثانية الثاني وتبريكات نزفة لهادم بن حازم القناص العامري ثاني المراكز كان الوصول من قبل الفائز. 4 دقائق 30 ثانية 28 جزء من الثانية الثاني تبريكات لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري ثالثا مشرفة وصلت على المركز الثالث. 4 دقائق 31 ثانية 16 جزء من الثانية الثاني والتبريكات لمالك مشرفة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري من حضر شعاره مع المركز الثالث بهذه الانطلاقة.